هيا مقصودة كلها معاك يا تمشي من هنا بالصوت كده وتلمي كرامتك وتمشي بقى مالي في لك خالص تسلمي الآيات تسلمي يا جيش بلادي تسلمي الآيات واللي بيقول محدش لا انت اديتيني في البوليه جاتك في البوليه عشان انت بتشد ايديا وبتسكت طب بتقول ايه بقى ماشي حدش يعني انت مسكتني من النوم جات من حد يشيل معاه غلطه يا محمد غلطه جاي واقف ليه؟ الغلط دخلوا لك هيظبطوك الوار ويغسلوا لك المواعين ماشي يا باسم ابعت لك كفوله ولا ابعت لك كاتلس ما تشتمش الجيش يا بسومه انا الشعب يا ابو 5 مليار بص اعمل ازاي خالتي مليار ايه الجيش المصري ايه الداخليه ايه الشعب المصري انت مالكش لازمه انت مجهول الهويه انت راجوز انت مالكش لازمه انت بومبا انت بومبا انت سوستة انا ماشي يا سوستة هبعتك شويه مناديل بقى فوق ماشي يا باسل يلا بقى عشان تسيبك شفت العيال الاولانيين هم دول دكتور باسم من الشخصيات المحترمة وياريت هو بيتكلم باسمنا يعني هو صوت يعتبر كل واحد فينا صوت كل واحد بيتكلم في البلد لصالح البلد بحب باسم مسلم بس ما احبوش اتريق على الجيش وكده حاجات صغيره بس بتبقى بره في اسرائيل وفي الحتت دي بتبقى كبيره بقول لك بيتريقوا على الجيش بتاعهم كده مش اكتر انا بنزحها مصر بس اسمع مو محل تنوخ